فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا السائل: أنا إمام مسجد واعتدت على أمر، وهو أنني إذا أخطأت في القراءة ولم ينبه علي أحد، فإن تذكرت الخطأ بعد الصلاة نبهت عليه وذكرت موضع الخطأ بعد السلام، فهل عملي هذا مشروع؟ لا، هذا من التكلف، هذا من التكلف. فإذا عرفت الخطأ فإنك تتجنبه في المستقبل ولا تعلنه للناس. نعم.